جهود مضنية ومشروعات تجري على قدم وساق بالمحافظات، وخصوصا محافظة بني سويف التي تشهد حركة دؤوبة في مجال المشروعات الخدمية والتنموية. وافتتحت المحافظة مرحلة التشغيل التجريبي من الكورنيش والممشى السياحي بعدما تم الانتهاء من تطويره. وللمزيد نتابع التقرير التالي. في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، شهدت محافظة بني سويف افتتاح مرحلة التشغيل التجريبي من الكورنيش والممشى السياحي بعدما تم الانتهاء من تطويره. أهالي المحافظة عبروا عن فرحتهم بافتتاح الكورنيش خلال توافدهم عليه للاستمتاع بأجوائه الفريدة. اتفاجئنا النهارده بالكورنيش وبالجمال وبالمجهود الجبار اللي معمول فيه ده، واسعدنا جدا ان احنا لقينا الخدمات، الامن والعماله اللي عماله تنظف على طول، والتفتيش على البوابه شيء رائع وشيء ما كانش متوقع. وبالنسبه ان احنا نيجي اول مره على الكورنيش ونشوف الجمال ده، ده حاجه مجهود جبار جدا. مشروع ممشى اهل مصر، بطلب بس من الناس ان هي تحافظ على نظافه المكان، ما تكسرش حاجه، نحاول نحافظ على المكان عشان يبقى افضل وافضل. بصراحه يعني كان حاجه متنفس جديد لبني سويف، لان ما كانش في عندنا حاجه زي كده في بني سويف، ان الدنيا يعني اصغر شويه هنا في بني سويف. وبعد تطوير كورنيش بني سويف اصبح يتضمن ممشى سفليا تم تصميمه على غرار ممشى اهل مصر، بالاضافه الى مطعم من دورين والنافوره الارضيه والنافوره الراقصه ومارينا ومنطقه ملاهي الاطفال ومدرجات للجمهور، بالاضافه إلى مجمعين للكافيهات والمحلات التجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية. كما تم إنشاء 6 بوابات لدخول منطقة الكورنيش ذات طراز معماري يليق بالمنطقة. الممشى السياحي ببني سويف يحتوي على اللوحة التذكارية التي تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، بهدف تكريم هذه النوابق والأعلام وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.